مساء الخير. الليلة بحلقتنا رح نتعرف على آخر أعمال الببليك فيجر وسام بارودة. مسرحية شمس وقمر عم تنعرض بهالأثناء بكازينو لبنان، وكل التفاصيل مع الكاتب المسرحي والملحن وشدي شايا. هو مر بالعالم للتوعية على القتل وهدر دم الإنسان، ورجع بيروت بمشروعه وان بلاد هادي سي. نظم أهم الحفلات لشركات عالمية مثل ديور، بنتلي، سهرات، مخازنات كان. هو لبنان الأصل توني بريس. معايير السلامة العالية شهروا شركة فولفو، واليوم هالشركة عم تبهرنا باختراعات جديدة لسلامة المشاة. تفاصيل مع مروان نف. والدتها بتكون دونامي ليليان، وهي عايشة اليوم مع كيفها مع باد باللغة الأجنبية لارا ري. حاليا عم بيصور ميوزك فيديو لأغنية جديدة باللغة الإنجليزية بنيويورك الفنان العربي زاهر صالح. أكيد بالإضافة لبلا قطع عن حديثكم وآخر إنجاز، حلقة جديدة من الآخر بتبلش هلا، ومن الآخر لليلة مع حبيب مبريل نايلة لحود، راشد محصلي، تينو كرم، زينة شمعون، ورولا كادة جار حرب، معوض عرولا بيه ونولا. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالجمهور الموجود معنا الليلة. مساء الخير، مساء الخير جورج حرب. شو انا بدي ما بعرف المشكله انه ناقصني اكسسوار تعبي لك محل رولا قاعده، يعني لازم يكون في حدا تعبي محلها لرولا بالنظر. ايه وحتى بالنظر ليك من هون لهون بين فرق. تقدر تبلش مع اول ديت لانه وهلا ببليك فيجر.